أسعد الله ومساءكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيطرح دايما من بعض المرضى، وبيقولوا هل الليزر أو الليزك أو الفيمتو سكند ليزر، الانترا ليزك، السمايل، الويف فرونت، كل الحاجات اللي هي بتعتمد على تقنية الإكزايمر ليزر، هل هي ملائمة لكل المرضى؟ طبعا احنا بنقول لا، ان بعض الفحوصات اللي بيعملها ممكن يطلع غير ملائم بالمرة اطلاقا، زي ان هو يكون عنده قرنية مخروطية، وقد يكون حضرتك هو غير ملائم لهذه العملية من النوع من عملية تصحيح نظر. يعني واحد مثلا عنده ناقص 10 درجات قصر نظر، عنده مثلا طول نظر زائد 7، فده هيعمل ايه؟ ده ما ينفعش معاه اي تقنية من التقنيات اللي هي اساسا او اساسها هو الاكزايمر ليزر، علشان ده معنى كده ممكن يبقى فيه خطورة على القرنية بتاعته. انما الاسلم ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نزرع له عدسة داخل العين، يعني بنزرع له عدسه اضافيه غير العدسه الربانيه اللي هي عنده، احنا بنحط له عدسه ثانيه، وبالتالي بيستغني عن النظاره تماما وبكفاءه تامه وعمليه بسيطه جدا وبتجيب نتائج اكتر من هائله. وحتى العمليه دي بيسموها عمليه اضافيه، انا بضيف له حاجه، لكن عمليه الليزك او الانترا ليزك او السمايل او الفيمتو سكند او اي حاجه او البي ار كي او الليزر السطحي او اي مكان، دي عمليه بيسموها عمليه انقاصيه، لان بنقص منه ببخر جزء من القرنية. إنما في عملية زرع العدسات أنا بضيف له حاجة، وعملية زرع العدسات حتى لو عملت مشكلة فميزتها إن أنا ممكن أشيلها أرميها ترجع حالة العين زي قبل العملية على طول. طيب النهاردة هيكون معانا نوع من أنواع العدسات اللي بنزرعها في الخزانة الأمامية اسمها الأرتفليكس. عملية بتتزرع العدسة ديت بتتزرع من فتحة 3 ملي و2 من 10 من الملي، بعد كده ممكن حتى ما بناخدش فيها خياطة أبدا ولا غرز إطلاقا، بتقفل لوحدها. بتتزرع العدسة، العملية كلها بتسترق يمكن أقل من 10 دقايق إن احنا نزرعها. العدسة دي بيسموها بالإنجليزي لوبستر كلو، أو هو مخلب الاستاكوزا، لأنها هي ليها مخلب في اليمين وفي الشمال، وإحنا بندكك فيها جزء من القزحية اللي هو الجزء الملون اللي هو عندنا في عينينا دوت، ده فبتشبكه هي زي المشبك هنا من اليمين ومن الشمال، وتبقى ثابته دائما وبتبقى متسنطره على البؤبؤ بتاع العين، فبالتالي مش ممكن يحصل اي مشكله. تمام. طيب بدل ما نسترسل في الكلام دوت، ما تيجي معانا نشوف العمليه ديت على الطبيعه. اتفضل. سلام. دلوقتي بندخل العدسة داخل الخزانة الأمامية من فتحة تقريبا 3 ملي و2 من 10، ودلوقتي هنشبك العدسة في القزحية الجزء الملون من العين، وعشان كده بيسموها اللوبستر كلو، أو بيسموها اللي هو مخلب الاستاكوزا. ده في الناحية الشمال، وهنعمل كده في الناحية اليمين، وكده حضرتك تبقى العملية خلصت، وتلاحظ أن العملية العدسة متسنطرة كويس جدا على بؤبؤ العين، وسهلة جدا. شكرا جزيلا.